غلط يلي تصرفتي حبيبتي، كان لازم تسامحي انت ويام عن دين. شو الفايدة؟ قولي، المثل بيقول انه بالحب ما في كرامة. قولي له هو هالحكي، ولا بدك يا انه ما يزعل ولا يتأثر ويضل طالع فايت على كيفه، وبعد كل هاد لازم ضل ساكتة؟ وين المنطق بقى؟ ليك يا هالفستان شو حلو طالع، انا فنانة عظيمة ما يبلو هالايدين. حديثنا مو عن الفستان نوران، عم بحكي عني انا ومراد. ها قال لي انه نحن اثنين احرار. عن جد عم تحكي؟ طيب عمل هالحركة بعد ما قال لك هالكلام؟ اثنيناتنا احرار اعتبارا من اليوم. عمل هالحركة اللي هلا عملتها؟ ايه والله مثل ما عملتي تماما. اوف، لكن حضري حالك منيح واسمعي شو بدي اقول. ليش بقى؟ لسه عم تسأل، ركزي معي شوي. ليكي مراد، بتعرفيه لما يكون على حريته كيف بيقضي وقته؟ لا ما بعرف، شلون بيقضي وقته؟ You have no idea. انتي عروس مسكينة وما الحظ. جملة الأرابيسك كانت غريبة شوي عليكي، ما أكيد سألتي حالك شو عم تخرف نوران. شلون يعني؟ كيف يكون حر؟ قليلي نوران، إذا قلت لك الحقيقة جاهزة تسمعيها؟ ليكي مراد ماشي على روتين معين، أوكي؟ عالساعة 3 بينهي كل أشغاله وبيروح. هو بيطلع من المكتب ولوين؟ الله أعلم. أنا طالع عالثلاثة اليوم، رتبي المواعيد على هالأساس. أمرك مراد بك، ظبطي المواعيد على أساس الساعة 3. حوة لوين يعني؟ هي القصة مجهولة، يعني ما فيك تحذري. موبايله بيطفي بالليل، يعني ما حدا بيتواصل معه. كل ليلة مراد بيختفي، وين ومع مين وكيف ما حدا بيعرف. ما حدا، nobody. إلغي آخر الأسبوع، مسافر. إيه طيب، إلغي آخر الأسبوع، مراد بيك مسافر. حوة مراد بيك إن شاء الله ما يكون في مشاكل. يا بيك أنا قصدي إنه نحن رجعنا للنظام القديم، أمورنا كلها تمام؟ طمني. حالياً ما في مشاكل. بهي الحالة أنا لازم ضيف حجز لحياة خانم كمان؟ مو ضروري، إذا اضطريت لشي أنا بخبرك. بخبرني بس يحتاج. حول طيب، لوين رايح بهالوقت يا بيك؟ تالا، لكي أنت بنت نشيطة وذكية، بس مالك ملاحظة أنك فضولية زيادة عن اللزوم؟ أنا آسفة كتير مراد بيك، هيك طلعت معي فجأة. يا الله شو غبية أنا، لك شو بدي فيه؟ بلا لهذا الفضول، خلص افهمي حوي. آخر الأسبوع لوين بيروح أنت؟ عندك علم؟ إذا أنت قلتي بيروح على لندن، أنا بقول على باغي. أو اسألي شي موظف بيقلك برلين، يمكن روما، أو يقلك خليني بعد شوي روح على طوكيو. الكرة الأرضية بالنسبة لمراد صغيرة كتير، وين بيخطر على باله بيروح. مو كأنك عم تبالغي؟ ليش لبالغ؟ بكرة بيحجز بالطيارة وبيطير مثل الطير الحر، وإن شاء الله ما تكوني أنتي المالك الحزين. شو نسيتي إنه نحن أحرار وكل واحد إله حياته؟ ما دخلني أنا. إذا ما دخلك معناتها أوكي. أصلاً صار لي ساعة عم أحكي على الفاضي، نشفتي لي ريقي يا روحي. هاتي أرجيني الرسومات. شو هاد؟ هذا مو فستان، هذا أبو رموش مراد. أنا ما عاد صدقك بنوب، قال ما دخلني فيه. مو مبين من هلا مين رح يكون المالك الحزين. ها
Thank you.